على الساده المشاهدين. اولا طمنا على درجه الحراره قبل ان انتقل لهذا التقرير، درجه حراره واحنا امبارح والنهارده والايام القادمه. احنا عندنا بنشهد من اول هذا الاسبوع ارتفاع تدريجي في درجات الحراره مستمر معايا حتى يوم السبت القادم، هيتصل القاهره الى 31 درجه، ولكن من بعد كده من اول يوم الاحد يبدا انخفاض تدريجي ثاني في درجات الحراره، بحيث ان مع نهايه الاسبوع القادم تبدا درجات حراره في القاهره تصل الى 18 درجه. اذا احنا ما زلنا في فصل الشتاء ولا داعي ان احنا نخاضع بالارتفاع المؤقت في درجات الحراره. يعني لسه الناس تظل ترتدي الملابس الثقيله، يعني ما تخففش قوي، ولازم ولا نخفف خالص، لان ما زال في الليل شديد، بيبقى شديد البروده. فنرجو من الجميع عدم تخفيف الملابس لا للكبار ولا للصغار. طيب بالنسبه للتقرير المنشور على الشرق الاوسط اليوم، تقرير المرعب. شوف حضرتك، احنا طبعا تغيرات مناخيه العالم كله بيشهدها، وواضح قوي قوي ان كل الابحاث اللي اتعملت سواء على المستوى المحلي او في المستوى العالمي، حتى المنظمه العالميه للارصاد الجويه في اخر تقرير بعتته لنا قالت ان 2015 2016 2017 من اكثر السنوات، اعلى السنوات في حرارتهم. فبالتالي يبقى اذا احنا فعلا في العالم كله داخل الى على كارثه، ما لم يعني ننتبه لهذه الحاله ونطبق على الاقل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 في ديسمبر 2015 اللي صحيح لامريكا اللي انسحبت منه، ولكن كل الدول الاخرى دول العالم كله عارفه كويس جدا ايه اللي هيحصل، واللي مش اللي هيحصل، لا ايه اللي حصل. النهارده شوف حضرتك اوروبا بتشهد عواصف ثلجيه غير عاديه، شوف روسيا الدرجات الحراره تحت الصفر بكتير، بتوصل ناقص 25 ناقص 30. يعني اذا هم شهدوا بنفسهم تاثير تغيرات مناخيه اللي هو ناتج من الاستخدام المفرط لمشتقات البترول والفحم اللي هي بتنتج غازات اللي بنسميها غازات الاحتباس الحراري اللي عملت كفر حوالين الكره الارضيه، وده اللي هيسخن الارض اكتر وهيودي الارض الى كارثه لو ارتفعت درجه حراره الارض درجتين مئويتين. طيب احنا بنتكلم النهارده انه التقرير بيقول انه، معلش وانا لازم اقرا من التقرير عشان يكون مصدر قدامنا، ان الدراسات المناخيه قالت ان درجه حراره الغلاف الجوي الارض تزداد بسبب انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون الناجم عن استهلاك الوقود، وينتج عن تلك الزياده الحراريه ذوبان بعض الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي للارض، وده اللي هيؤدي الى ارتفاع سطح البحر في مختلف دول العالم، وده اللي بيتكلموا بيحذروا من مخاوف الدلتا عندنا. هو ده فعلا حضرتك اللي انا برضو كنت اتكلمت فيه من فتره وحذرت منه، لان ارتفاع درجات الحراره هيؤدي الى انهيار الجبال الجليديه في القطب الشمالي، ومش هيؤدي فعلا السنه الماضيه في الصيف الماضي حصل اكثر من انهيار في الجبال الجليديه في القطب الشمالي، وده بيؤدي الى ارتفاع مستوى المحيطات والبحار، وفعلا بعض المدن في العالم اختفت تحت البحار. احنا معرضين ايضا لهذه الكارثه، ولكن ومن هنا ولكن دي مهمة، أيوة. ولكن احنا في الكارثة امتى؟ ما لم تقم كل جهة بعملها، ولكن في الحقيقة انا شفت نفسي هيئة حماية الشواطئ اشتغل بكل قوة في المجال ده، بقى لها فترة لحماية شواطئ الاسكندرية وشواطئ بورسعيد ودمياط وراس البر، لهذه الاماكن المعرضة لما تختفي تحت البحر الابيض، لكن هي فعلا قايمة شغل واضح، واي حد لو ماشي حتى بالملعين كده من على السواحل الاسكندريه هتجد الشغل باين واضح قوي، وده اللي الحمد لله مخلينا الى حد ما مطمئنين على ان هم فعلا قايمين بالشغل، وده اللي مخلينا مطمئنين الى حد ما. يعني احنا مهم نشتغل نكمل في مواجهه ارتفاع منسوب البحر المتوسط عشان حمايه الشواطئ بتاعتنا وحمايه اهلنا كمان الموجودين في منطقه سواء اسكندريه او الدلتا بشكل عام. طبعا يعني هم طبعا شغالين في هذا الموضوع بقوه. انا كان في احدى الدراسات، انا عامل دراسات لهذا الموضوع، وكنت يعني شفت ان انا ممكن استخدم نفس الطريقه اللي اتعملت في هولندا، ان انا
بتفردم جزء من البحر امام الاماكن المنخفضه بانحدار معين، ممكن نخلي الانحدار ده يتراوح ما بين من متر لمتر ونص. في الحاله دي طبعا حتى لو مهما ارتفع سطح البحر هتكون انت في امان، واعتقد ان دي من الطرق اللي ممكن نجابه بيها سطح البحر. طيب يعني احنا في خطر واضح علينا اذا ما عملناش هذه الاجراءات اللي بتتم دلوقتي. اكيد طبعا، لان احنا عندنا في بعض الاماكن منخفضه عن سطح البحر، ولو ارتفع سطح البحر يعني نص متر، مش هقول لحضرتك متر ولا متر ونص، هتختفي. فطبعا الحمد لله ان هم شغالين بهذه القوه، ونتمنى ان يعني ان تستمر بالقوه اكتر بحيث ان احنا نحافظ على اراضينا، لان الاراضي القصبه بتاعتنا ما هياش كتيره بحيث ان جزء كبير منها ممكن يضيع تحت البحر. الولايات المتحده امبارح وزاره الدفاع البنتاجون مطلعين تقرير بيقولوا ان نص القواعد العسكريه حول العالم هتختفي مع التغير المناخي، يعني كمان حتى الامريكان النهارده بيتكلموا على القواعد بتاعتهم المنتشره في العالم نصها هيختفي من على الخريطه. ما هو ده حضرتك اللي بياكد